النهارده كمان انطلق اكبر برنامج تدريبي وتاهيلي شامل لكوادر وقيادات الاداره المحليه بقرى، البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، وده ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. هذا التدريب يستمر على مدار 3 شهور. خلونا نعرف التفاصيل اكتر من دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره. يا دكتور خالد، اهلا بحضرتك، ويعني يا ريت تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول هذا التدريب. اهلا وسهلا استاذه ساره، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. فندم، بالفعل زي ما حضرتك كرمتي انطلق اليوم وعلى مدار 3 اشهر ان شاء الله بمركز تدريب التنميه المحليه في سقاره، فعلا اكبر برنامج تدريب وتاهيلي شامل لكل الكوادر والقيادات الاداره المحليه في مستوياتها الاربعه اللي هتكلم فيها دلوقتي، وده بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادره سياده الرئيس حياه كريمه، وده كمان استعداد للانتقال لمجمعات الخدمات الحكوميه المستهدف النهائي من المرحله دي، الوصول الى 50,000 من الكوادر بمختلف مستوياتها اللي ان شاء الله هيكونوا بيشغلوا وبينتقلوا للمجمعات الخدميه دي. وده طبعا البرنامج ده بيجي في اطار تنفيذ زي ما اكد مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، ده بيجي في اطار تنفيذ تكليفات سياده الرئيس بشان تعميم الممارسات الجيده في الاداره المحليه واللي طبقها برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر، وده يخلينا نستفيد في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة على مستوى 52 مركز. ده بيتم فندم من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد اللي هي الفي ان جي، وده بيعد من اكبر الكيانات المتخصصه في تطوير الاداره المحليه في العالم، بالتعاون طبعا مع برنامج التنميه المحليه في صعيد مصر واللي بيمول جزئيا من البنك الدولي بشراكه استراتيجيه مع الدوله المصريه. وخليني اقول لحضرتك انه ان شاء الله على المرحله الاولى هتتضمن 4 مكونات، المكون الاولاني منها هو اعداد مدربين، يعني تدريب مدربين هيدربوا غيرهم من الزملاء، والمستهدف دلوقتي 27 مدرب من مختلف المحافظات اللي بتشملها مبادره حياه كريمه، وده بيتم من خلال ورش تدريب مدربين مخططه على اعلى مستوى على مستوى ال 52 مركز في ال 20 محافظه. يجي بعد كده المكونين الثاني والثالث للمرحله الحاليه، دول بيستهدفوا تدريب وتاهيل كافه رؤساء او نواب رؤساء المراكز المستهدفه بالمرحله الحاليه، وكذلك الامر مديري التخطيط اللي موجودين في دواوين عموم المحافظات المستهدفه اللي هم 20 محافظه للمرحله الحاليه. ثم يجي بعد كده المكون الرابع من البرنامج، وده بيستهدف بينزل تحت قوي لرؤساء الوحدات المحليه القرويه اللي هيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياه كريمه عندهم طبعًا. وده على مستوى 332 رئيس قريه في ال 232. مجهود مهم جدا يا دكتور خالد، هنتابعه اكيد مع حضراتكم يعني في الفتره اللي جايه. بشكر حضرتك دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره.